ويظل النادي الأهلي الوجهة المشرفة اللي بينال دائما التقدير من قبل العالم، تقدير العالم ممثلا طبعا في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ومش بس المناسبة دي، دائما ما ينال هذا التقدير باستمرار. هذا هو النادي الأهلي. برحب بكم مرة تانية في الفقرة الحوارية التانية دي. نشرفنا كابتن الكبير كابتن أسامة عرابي، نجم طبعا النادي الأهلي وأحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ الكرة المصرية كله، والجندي المجهول زي ما بيقولوا اللي حصد الكثير مع النادي الأهلي والكثير من البطولات. أهلا بيك، مشرفنا كالعادة. أهلا وسهلا بيك يا سهام. أهلا كابتن أسامة. وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك، منورنا. الله يخليك. تعليق حضرتك على التقرير. طبعا، يعني النادي الأهلي طول عمره، مش من السنة دي بس، حديث بقى حديث العالم يعني بالإنجازات الكبيرة اللي بيعملها، بطولات يعني حدث ولا حرج، من أكتر أندية العالم حصولا على البطولات. فده طبيعي، ده مكانته الطبيعية، وبالذات كمان في المنطقة العربية والشرق الأوسط هو رقم واحد. وأفريقيا طبعا. طبعا المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا احنا رقم واحد بلا منازع يعني، والحمد لله اسمنا كمان عالميا بقى له وزنه وتقله يعني. الحمد لله. اكيد الحمد لله. كابتن، زي ما حضرتك بتقول النادي بطولات، متعودين على البطولات، وطبعا احنا قدام بطولة مهمة جدا، يعني البطولة الأفريقية اللي جاية، وحضرتك عندك خبرات كبيره جدا وعارف قيمه البطوله الافريقيه وخاصه البطوله التاسعه ديت. حاخدك في حته طبعا اللي اتكلمنا عليها، وطبعا حضرتك مدير فني كبير وهنتكلم فنيا شويه، لكن رؤيه سريعه لتحليلك للمباراتين بشكل كبير. يعني احنا قلنا الذهاب والاياب هي تعتبر مباراة واحده يعني من شوطين. النادي الاهلي استحق الفوز في المباراتين عن جداره واستحقاق. ما كانش فيه اي تكافؤ في اي وجه من وجوه كره القدم. يعني لو اتكلمنا على النواحي النفسيه والمعنويه، النادي الاهلي كان معد افضل من فرقه الوداد. لو اتكلمنا على النواحي البدنيه، واضح الفروق الكبيره جدا في اللقاءين، فروق كبيره في كل حاجه. لما نتكلم في السرعه مثلا، اي كورة فيها سباق بين لعيب ولعيب، النادي الأهلي هو اللي بيتفوق. رد الفعل احنا أسرع، الالتحامات الثنائية، الكرات العالية احنا أقوى، الالتحامات، التحمل طوال 90 دقيقة في المباراة، في الماتشين. احنا شفنا فرقة الوداد يعني هناك بعد الهدف الأولاني، وده كان بدري جدا، تحس فيه انهيار مع الوقت، حتى بدنيا تحس فيه تباعد كبير او في الخطوط، الناس مش قادره ترجع. لما نتكلم على مثلا واحد زي اسماعيل الحداد وبديع وكان هناك مجبي، وهنا كان كازادي كاسونجو، ما بيقدروش يرجعوا حتى مع نص الملعب ولا الهجومي. كان في تحس جاب كبير قوي. فطبعا دي حاجات نفسيه وحاجات بدنيه. وتعالى على الناحيه النواحي الخططيه برضو، تفوق الاستحواذ بتاعنا في معظم فترات المباراتين، يعني هناك وهنا، يعني الخطوره على المرمى، السيطره، يعني كل حاجه، الضربات الثابته بنعملها احنا بنجاح. هم رغم ان جالهم عدد من الكورنرز كتير، لكن النادي الاهلي عرف يتعامل معاها، ودي كانت من مصادر قوته. لكن فشلت، يعني اكتر من حوالي 11 كورنر هناك و8 هنا ليهم، وما استفادوش من ولا واحده. فخططيا الناس كانت واقفه مظبوط، المدافعين، لعيبه وسط الملعب. فبصراحه الاداء في المباراتين كان جيد جدا، والتفوق كان كاسح بالنسبه للنادي الاهلي. طب كابتن اسامه، النهارده الجون الثاني اللي دخل فينا في الشوط، الجون الاولاني اللي دخل في النادي الاهلي طبعا في الشوط الثاني في مباراه العوده، عايزه حضرتك تحلله. هل جاء نتيجه سرحان خطا، ولا اطمئنان زايد للنتيجه؟ يعني انت فسرته بايه؟ والله كل ده، يعني الاطمئنان للنتيجه. هناك كسبانين 2-0، هنا في الدقيقه
15 17 جبنا هدف. أيوه. يعني ما كانش عندي شك ان النادي الاهلي من هناك كمان حتى قبل الهدف اللي هنا ان النادي الاهلي عدى خلاص المباراه. عشان كده الناس بتتكلم في الفاينل من هناك من وانت لسه ما ركبتش الطياره ترجع يعني. على فكره ده احساس مش على طول موجود يعني احنا لعبنا كتير في افريقيا واحساسك بالفرقه اللي قدامك بالمنافس ساعات بنبقى كسبانين بره بس متخوفين جدا هنا. لكن احساس اللي احنا شفناه باداء النادي الاهلي واداء والحاله اللي فيها لعيبه الوداد يعني انا واحد من الناس كنت متاكد النادي الاهلي هيعدي بس طبعا لازم ننتظر ال 90 دقيقه الثانيه لان دي تكمله المباراه او المباراتين زي ما بيقولوا. فالهدف هنا طبعا ادى ثقه اكتر الاولاني ثم الهدف الثاني ثم الثالث. حصل بقى تغييرات كتيره حوالي 5 تغييرات. اللعيبه مطمئنه. الكره دي بالذات اللي دخلت هدف يمكن احمد الشيخ بيحاول يرقص فيها وبيرجعها اتقطعت. زهير المترجي شاطها كان علي لطفي اللي واقف يمكن احساس علي كان لسه بس هي سريعه هي صعبه كمان صعبه يعني سريعه وصعبه بالزبط. يعني مش هنقول عشان الشناوي خرج وعلي نزل فهو ده السبب لكن هي فعلا زي ما هاني قال هي صعبه يعني هي جت مفاجاه لان هي كانت الكره مع الشيخ الشيخ عايز يرجعها تقريبا لمحمد هاني فكانت قصيره فاستلم على طول اللي هو زهير المترجي وسندها وشاط راحت في ابعد في الزاويه اليسرى البعيده جدا لعلي لطفي فما لحقش يعني. فهي ممكن تقولي عدم تركيز شويه ممكن تقولي احساس ان المباراه 3 وهناك 2 الموضوع منتهي حاصل يعني يعني حصل يعني مش عايز اقول استهتار ولكن يعني احمد شيخ كان ممكن يهتم بيها اكتر من كده ولكن برضو النتيجه كانت يعني حاسين ان كانت زي دي بتمشي يعني في الاخطاء اللي زي دي في مباراه زي دي لكن مباراه النهائي ما مش محتاجه طبعاً اي تفويت قبل ما نروح للمباراه النهائي كابتن اسامه شايف من وجهه نظرك كمدير فني واشتغلت الجزئيه دي برضو ايه اهم النقاط اللي انت شفتها في موسيماني ادت لتغيير اداء النادي الاهلي؟ ايه اللي انت شفته من الناحيه التكتيكيه اللي قدر موسيماني يشتغل عليها بشكل كويس خلى هذا الاداء الجيد جدا والممتاز للنادي الاهلي؟ هو يعني قبل ما اتكلم على موسيماني مفيش شك انه هتكلم على الدوافع اللي عند اللعيبه. انت عارف برضو تغييره المدرب الفتره بتاعت مستر فايلر الاخيره بالذات يعني قبل الكورونا كان ماشي بشكل كويس جدا والنادي الاهلي كان بيأدي بشكل كويس ونتائجه جيده جدا. الدور الثاني او المرحله الثانيه بعد الكورونا كان في عدم تركيز منه وانعكس على اللعيبه والاداء ابتدى يبقى فيه مش عايز اقول تراخي ولكن احساس ان البطوله كنت بتكسب بسهوله بس الناس بتقول الاداء وحش بمعنى يعني بنكسب وفرق بعيد جدا بيننا وبين الزمالك وبيراميدز اللي هم المنافسين مش عايز اقول تراخي ولكن اللعيبه احساسها برضو ان الفرق كبير مديها شويه اطمئنان فالاداء شويه مع عدم تركيز من مستر فايلر فالتغييره لمدرب تاني اللي هو مستر موسيماني دي لوحديها الاول عملت دوافع عند اللعيبه لانه اللعيبه لما بيبقى في مدرب بيتغير كل واحد عايز يثبت ان هو الافضل كل واحد عايز يقول انا اللي هم الاساسيين بيقولوا احنا عايزين نبقى اساسيين بالنسبه للراجل عشان ممكن شفناها كتير شفناها كتير بتبقى اساسي مع مدرب وتيجي مدرب اخر يكون عنده قناعه بحد تاني فاللعيبه برضو في دوافع من داخلها البطوله قربت وفرصه كمان للي هم مستبعدين شويه كانوا بره الصوره يقول لك ده انا ادخل نفسي تاني فرصه ان مدرب جديد ممكن يشوفني بشكل مختلف وفي كتير منهم بصماتهم واضحه كمان يعني يمكن في فتره قليله جدا عرف يلعبها موسيماني عدد من اللعيبه لسه هنتطرق ليهم بالتفصيل يعني مع الكابتن هاني قاله ده اللي هو انه اللعيبه كمان اللي ما بتلعبش عايزه تثبت نفسها دي الاول الحاجات اللي خاصه باللعيبه مع مستر موسيماني بقى اكيد هو اشتغل على النواحي النفسيه لبعض الناس اللي كانت مستواها تهز شويه مثلا زي كابتن يعني مثلا مروان محسن كان ابتدت ثقته في الماتشات الاخيره بتزيد وبقى احسن ياسر ابراهيم مثلا ابتدت الامور تتحسن معاه اجايه
في لعيبه كانت بتقدم مستوى ثابت في معظم الماتشات زي السولية، زي علي معلول، علي معلول، زي ايمن اشرف، اليوديانج، طبعا اشرف الشناوي، طبعا ده حاجه على جنب كده. ممتاز السنه دي، وانا بقول يمكن هو اللاعب رقم واحد في مصر السنه دي، انا من وجهه نظري الشخصيه يعني. فاكيد اشتغل على النواحي النفسيه. وبعدين بقى حاجات الخططيه، مستر فايلر كان بيلعب الدور الاولاني 4-2-3-1 وكان ماشي بيها كويس جدا. الدور الثاني انا ما اعرفش، هو ابتدى يلعب في الفرقه كتير جدا وابتدى يلجا ل 4-4-2 بكمان مش بالادوات بتاعتها قوي. يعني احنا شفنا ان مجدي قفشه مثلا بيلعب ناحيه الجناح اليمين، ودي مش اسلوب مجدي قفشه خالص. مجدي قفشه مش محتاج انه يلعب في المسافات الطويله دي، انه يرجع لغايه محمد هاني او احمد فتحي عشان يدافع معاه وبعدين يطلع المسافه دي كلها. فهو غير حتى الطريقه مستر فايلر، ابتدى يلعب بعض اللعيبه في مراكز، بيغير مراكز كتير. اليانج برضه في مباراه كان بيلعب ناحيه اليمين، برافو عليك يعني. اعتقد ماتش الزمالك يعني غير مراكز بعض اللعيبه، مش المكان المفضل ليها او اللي بتنزل، فاثرت على نتيجه الاهلي مع عدم تركيز منه انه عايز يمشي. مستر بقى موسيماني بس اول حاجه عملها، لا قبل ما نروح لاول حاجه عملها موسيماني، كنا دايما ما بنتكلم هنا ان هو انت النهارده يعني كنت خلاص يعني سابق كتير جدا عن فرق اخرى وراك وشبه حسمت الدوري، فانت كان من الافضل ان انت تبدل في الخطط، تكتشف ناس جديده في مراكز تانية، تكتشف التعليمات اللي انت بتديها لهم في مراكز اخرى. فكان من حقه برضو افتكر يعني فايلر انه لما كان بيعمل كده كان عنده الوقت ده، يعني كان عنده الوقت ده انه يجرب براحته. ما هو مش عيب ان انا اجرب، بس انا قلت ايه، انه طبيعي ان الفرقه لازم بيبقى ليها شكل خططي ثابت في طريقه لعب معينه. في فرق مثلا بتلعب 4-4-2 هو دي الاساس بتاعها، في فرق بتلعب 4-2-3-1 ده الاساس بتاعها، في ناس بتلعب 3-4-3 هو ده الاساس بتاعها. لكن اللعيبه لازم فعلا تبقى متمرنه على خطط اخرى او تشكيلات اخرى في الطريقه ان تقدر تلعب بيها. ساعات بنلعب بثلاثه ارتكاز في ماتشات مثلا، وبنلعب 4-3-2-1 مثلا عشان عايزين نزود النواحي الدفاعيه في وسط الملعب. انا ما بتكلمش على دي، انا بتكلم ان هو غير الطريقه، بس كمان حط لعيبه مش مناسبه للطريقه ما بتطلعش احسن ما عندها. ونفتكر يعني يا كابتن اسامه يعني غير الطريقه، وفي بعض الماتشات هو شايف ما كانتش طريقه كويسه. اي مظبوط، ما كانتش ناجحه، فبيرجع تاني. لا هو ما رجعش تاني، هو كان صمم في بعض اللحظات. مظبوط، يعني كنا في بعض الماتشات بيلعب 4-3-3 الدنيا مش ماشيه، فيجي الشوط الثاني على 4-2-3-1 فتتعدل. يجي الماتش اللي بعديه يبدا تاني 4-3-3 يعني. هي دي اللي بنتكلم، يعني بنتكلم هو ما كانش عنده استقرار. ايوه، استقرار فني او استقرار تكتيكي. ما هو عدم الاستقرار في الشوط الثاني تقريبا. ما هو عدم الاستقرار اللي هو الـ اعتقد ان عدم استقراره الذهني ان هو يعني عايز يمشي، هو مش مركز مع الفرقه، كمان اثر عليه في النواحي التكتيكيه واثر على اللعيبه. اللعيبه نفسها بتحس بالمدرب انه ده مستقر وقاعد وقوي زي ما هو، ولا مش مركز، ولا في دماغه منشغل بشيء اخر. لكن انا مش بتكلم ان هو غير الطريقه، انا بتكلم غير الطريقه وغير حط لعيبه مش مناسبه للطريقه. يعني مجدي مش طبيعته انه عنده سرعات كبيره انه يقدر يلعب على الطرف الملعب ويقدر يرجع يدافع على المسافات 50 و60 متر او 70 متر وبعدين يطلع تاني. لا، مجدي بيلعب تحت راس الحربه و بيعرف يعمل استحواذ للفرقه، بيعرف ينقل الكره كويس، بيعرف يعمل تمريرات بينيه، بيعرف يكمل مع المهاجم. فمستر موسيماني اول حاجه عملها ما فتاش رجع للاسلوب الطبيعي اللي هو النادي الاهلي، اللي هو 4-2-3-1 اللي هو النادي الاهلي بيلعب بيه مع فايلر الدور الاولاني، وبقى لنا 5 سنين بنلعب بيه او 6 سنين يعني. ايام فتره طويله، لاسارتي ايام جاريدو، ايام مارتينيول لما كنت شغال معاه، حتى ايام مانويل جوزيه كان بيبقى عبد الله السعيد هو تحت راس الحربه، ومثلا مؤمن يمين، مثلا رمضان شمال، او وليد سليمان
اجايه واتنين ارتكاز. فهو اول حاجه عملها رجع ظبط الفرقه يعني ظبط الفرقه. دي اول نجاح ليه. ما 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 يعني ما فتاش في موضوع ان انا عايز العب باسلوب جديد، ان انا اغير في الفرقه كتير، فظبط الجزئيه دي. ودي من اول النجاحات اللي هو عملها يعني، بجانب النواحي النفسيه انه اكيد اشتغل عليها. اول ظبطه انه رجع مجدي قفشه تحت راس الحربه. وطبعا الشحات كان فتره مصاب، الفتره الاخيره ابتدى يرجع ناحيه اليمين طبيعه لعبه، اجايه في الجنب الشمال، ومروان قدام، ادي الرباعي الامامي اللي هو اليو ديانج والسوليه، او كان احيانا في الماتش اللي نزل حمدي فتحي، والاربعه الطبيعيين اللي ورا باستثناء الفتره الاخيره لما لعب احمد فتحي باك شمال عشان معلول كان بيريحه او مصاب يعني. والفرقه بالشكل الطبيعي رجعت للشكل الطبيعي بتاعها. دي نقطه مهمه جدا انه ما فتاش في ال دي اول حاجه عملها موسيماني. ما فتاش في الخمس ماتشات على فكره اللي لعبهم يعني، من بدايه من المقاولين لإنبي لبيراميدز ثم الوداد هناك وهنا. فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا. ممكن أنا لما باجي مدرب جديد عايز أقول أنا عملت حاجة يعني جديدة قوي، أعمل أغير وأشقلب الدنيا، هو ما عملش كده. ودي طيب أول نجاحات، دي واحدة من الإيجابيات اللي عملها موسيماني ولفتت نظرك طبعا. الحاجة التانية اللعب بقى مستقر في بناء الهجمة من ورا لنص الملعب لقدام، اللعب بقى التمرير، اللعيبه بتتحرك تمرير سهل من لمسه ولعبه ولمسه، اللعيبه في تحرك كتير بقى في وسط الملعب. وانا شايف انه طبعا كل الفرقه يعني ادت بشكل ايجابي في هناك وهنا، لكن بصراحه الثلاثي اللي هم في العمق عاملين شغل كويس جدا، اللي هو اليو ديانج والسوليه وقفشه، عاملين المنطقه بتاعت نص الملعب دي يعني هي زي ما بيقولوا سره الفرقه يعني. هم بيأدوا بشكل كويس جدا في التمرير، في المسانده الدفاعيه لخط الظهر، للتكمله الهجوميه. وشفنا ان الجون الاولاني عامله عمرو السوليه لمروان، والجون الثاني عامله اليو ديانج لحسين الشحات. يعني كمان بقوا بيكملوا كويس. الجون الثالث جابوا مدافع كمان. الجون الثالث المدافع دي ضربه ثابته بس عملها كويس ياسر ابراهيم، جون هايل. فاللعب بقى سهل وفي حركه كويسه من الفرقه، بقت في لعيبه بتتحرك ومبسوطه ان هي بتلعب لعب مفهوش هو انكار زاد ولعب سهل. لعب سهل، وهاخد من كلمه السهل دي لان برضو كان في لقطات على يعني احنا بنتابع برضو اللقطات وبنتابع كمان موسيماني، بس مش اداؤه لكن اداؤه على الخطوط. في وقت من الاوقات دايما كنا بنسمع هاني العب السهل، باز باز باز. فاحنا شفنا النادي الاهلي بينقل 41 نقله حتى مع فايلر، كان في استحواذ، لكن الاستحواذ الايجابي. وانت طبعا يعني بتشرح كمان للساده المشاهدين، انت ممكن تعمل استحواذ لكن بيبقى فيه ملل شويه، لكن الاستحواذ اللي بيعمله النادي الاهلي وسرعه الانتقال من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، لا ده شغل، ده اكيد فيه شغل مدرب يعني. طبعا. ف يعني احنا قلنا اشتغل على النواحي النفسيه، اشتغل في رجع للفرقه بالشكل الطبيعي اللي هو 4 2 3 1 ومجدي قفشه تحت راس الحربه. قلنا سهوله في الاداء والتحركات. والجزئيه اللي هاني برضو اتكلم فيها ديت انه السرعه في التحول من الدفاع للهجوم، النادي الاهلي ابتدى يعملها كويس. كمان انت لما نشوف الاجوان معظمها في الماتشين بتوع الوداد جايين من عمق الملعب، بقت في تمريرات كتيره في العمق. يعني شفنا الكره الاولانيه بتاعت قفشه كانت في العمق، بس هي طبعا اتقطعت من يحيى جبران اللي هو الماتش الاولاني وراحت جت جون. الجون الثاني الاجايه كان من اتلعبت في العمق ودخل وضربه جزاء مظبوط جت. وهنا الجون الاولاني جه كده من مروان، تمريره لعمرو السوليه في تحرك مروان، وكره اجايه برده تحرك في العمق من حسين الشحات اللي هو اصلا جناح، يعني هو بيجي من الجناح وبيخش في العمق. فالتمريرات دي برضو اللي هي الايجابيه اللي هاني بيتكلم عليها، انه الاستحواذ
مش ممل، يعني مش مجرد ان انا مستحوذ على الكوره ما بعملش بعمل بيها حاجه ايجابيه. ففي تمريرات بقت خطيره في العمق المدافعين، لانه دي كانت اضعف جزئيه في فرقه الوداد المغربي، اضعف جزئيه في فرقه الوداد المغربي كانت قلبي الدفاع سرد باكيه، يعني سواء هناك يحيى جبران لما لعب جنب ابراهيم نجم الدين، وده اصلا لاعب وسط وكان اول ماتش يلعبه لاصابه صلاح الدين السعيدي وشيك كومار. هنا شيك كومار لما جه برده نفس الشيء، كان بعيد وبرده الحته دي كانت ضعيفه، ما لحقوش جوماندي او جوماندي المدير الفني الارجنتيني ما قدرش يصلحها، فكانت واضحه ان هي ضعيفه. فاكيد في تعليمات من مستر موسيماني انه التمرير كتير يبقى في العمق في الجزئيه اللي هي بين القلبيه الدفاع اللي هي اضعف حته كانت تمام. واضحه في فرقه الوداد. يعني كان واضح جدا زي ما حضرتك يمكن قلت بانه الفريق النادي الاهلي كان وحده واحده دفاعا وهجوما، يعني تقريبا مجمل كلام حضرتك بيقول كده. لكن هل الطريقه الهجوميه دي موسيماني يقدر ينفذها في المرحله اللي جايه باستمرار مع العناصر دي، والعناصر دي قادره على ان هي تنفذها باستمرار، ولا ممكن فجاه انه يعني الدنيا تقع شويه تقل شويه؟ طبيعي في الكوره انه في لحظات ارتفاع ولحظات هبوط بطبيعه الحال. طبيعي في كل حته. صحيح الاساس انه المفروض يبقى في استقرار فني، وبيجي لك بعض الحالات او بعض المباريات او بعض فترات من اللقاء المستوى ممكن يقل. مفيش شك انه الشكل التمرير السهل قوي اللي احنا كنا بنلعبه والتحرك السهل وكده برضو في جزء من عندنا من فرقه النادي الاهلي وادائها. أيوة. وكان في جزء برضو من فرقه الوداد، لانه فرقه الوداد برضو كانت مفككه كفرقه، ما بتلعبش واحده واحده، تحس ان المدافعين بعد التوقف اللي دام بسبب كورونا. انا قلت في توقف، انا قلت لا بعد توقف كورونا واضح جدا طبعا، ما فيش شك ان الجمهور هناك اثر عليهم عدم وجود جماهير. لانه الجماهير حتى في مصر، بس انا بقول يعني الجماهير في المغرب وتونس والجزائر يعني وجودها، وحتى معنا احنا برضو وجودها بيدي حماس واصرار غير طبيعي من اللعيبه. دي برضو ساعدت في جزئيه هناك، وطبعا هنا كنا كسبنا خلاص 2-0 هناك وجينا. الحاجه الثانيه الفرقه برضو بتاعت الوداد خطوطها كانت مفككه متباعده زي ما بتقولي، من رجعوا من كورونا متاخر، هتحس ان هم مش مترابطين كفرقه، مش قادرين كمان كانوا يعملوا الضغط ده. مظبوط. يعني هو عن موضوع الضغط ان النادي الاهلي كان فيه ميزه ان هو بينقل كويس قوي، لكن كمان ما احنا بنقول دوت علشان كمان ما الناس ما تفتكرش ان الصوره دي ممكن تتغير في النهائي بشكل او باخر. مزبوط. ان في جزء من المباراه ما تقدرش تعمل هذا الاستحواذ، في جزء من المباراه ما تقدرش تعمل هذا الضغط. مظبوط. فبرضه عشان الناس ما تتخضش تقول لك لا ده الاهلي قل او ما قلش، لكن احنا النادي الاهلي كان على مستوى المسؤوليه، لكن كمان كان في عوامل ساعدت ان المباراه تروح للليفل ده بمعنى اصح. يعني مظبوط كده. يعني سؤالك وكلام هاني مكمل يعني كلامنا احنا الثلاثه مع بعض، انه هيجي اوقات المنافس هيبقى اشرس، المنافس أكثر هيبقى حدة. اكثر طبعا. حده طبعا. المنافس عنده لعيبه افضل، مش افضل مننا، افضل من الوداد، او في حاله كانت افضل من الوداد، او في حاله افضل من الوداد. فهيحصل ان وقت ممكن هو اللي يبقى مستحوذ، وقت هو اللي ضاغط عليك. أيوه. وقت انت اللي مستحوذ وانت اللي ضاغط، طبيعه الحال، لان انت تيجي داخل على نهائي مش ما بتلعبيش زي ما انت عندك دوافع واصرار عند اللعيبه برضه، اكيد عند الطرف الاخر نفس هذه الدوافع. فالجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها دي مهمه، لان ممكن جدا في مباريات اخرى الاستحواذ مش هيفضل 90% او 80% للنادي الاهلي طوال اللقاء، لكن الحاله الفنيه اللي كان عليها لعيبه النادي الاهلي ومستر موسيماني والاداء اللي اداه اللعيبه كلها، يعني مش عايز انسى دور ياسر وهاني وكل الناس، يعني الناس اللي قدام، احنا اتكلمنا على الثلاثي اللي في وسط الملعب لكن بتكلم عليهم كلهم. وفي جزء طبعا ان فرقه الوداد كانت ما فيهاش الشراسه والتنظيم التكتيك الجيد، وكانوا يعني في حاله شويه اقل من الطبيعي بتاعهم. يعني اكيد يا كابتن. ولو هناخد كلام حضرتك ونشوف كمان استعدادات
النادي الاهلي المباراه النهائيه من خلال مباراه طلائع الجيش. حضرتك لو المدير الفني للنادي الاهلي او يعني او بالفكر العام هتحضر لمباراه طلائع الجيش ازاي؟ وتكون استعداد زي ما كانت مثلا بيراميدز استعداد لمباراه الاياب، ولا انت شايف يعني شايف الاداء الفني لمباراه طلائع الجيش يمشي بانهي سكه يعني؟ هو بص هو في اتجاهين، بس انا يعني هقول الاتجاه اللي انا بفضله. يعني في ناس تقول لك انه كده كده الاهلي واخد الدوري والماتش ده مش فارق، وغير مثلا اكبر عدد من اللاعبين اللي هم لعبوا الماتش يعني اللي في ناس هتقول كده. بقول لك في اتجاه هيقول كده، انا معاك تمام. وفي اتجاه ان انا لازم احافظ على يعني قوام الفرقه، وانا بقول كده ليه؟ مين ده؟ ليه؟ لان الوقت مش ضيق قوي. يعني احنا هنلعب يوم 31 6 النهائي وهنلعب يوم 31، يعني في سبعة ايام كافيه جدا لان انا اقدر اريح اللعيبه واقدر اعدها بشكل كويس. لا الا بقى لا قدر الاصابات اللي هي مش طبيعيه، دي حاجه قدريه ودي ممكن تحصل في التمرين يعني، لكن مش في مباراه. لكن مش شرط، هي وجهات نظر، هي مش شرط ان انا اقعد اسبوعين بجهز اللعيبه بس للمباراه النهائيه. ما هو برده ماتش طلائع الجيش ممكن بحافظ على الريتم فيه اللي انا ماشي فيه بشكل كويس، واللعيبه واخده على ريتم اداء معين. في لعيبه ممكن يعني ممكن يقول لك مثلا على سبيل المثال ممكن انا مطمن خلاص مثلا اليو ديانج، انا مطمن على مستواه، ممكن العب حمدي فتحي مثلا. يعني حضرتك بتتكلم ممكن بعض العناصر. ايوه هو ده اللي انا يعني، لا زي ما انت بتقول كده هاني، يعني انا مع الاتجاه ده بعض العناصر، لكن مش ضروري ال 11 لعيب او 9 لعيبه مثلا اغيرهم، لكن بعض العناصر، بعض البدلاء. يعني مثلا حمدي فتحي ما لعبش الماتش، لعب اخر 3 دقائق او 4 دقائق، مش هيبقى مجهد في حاجه. مجهد في ايه؟ عادي انه يبدا يعني مثلا سوليا وحمدي مثلا، او اليو ديانج وحمدي. طب قول لنا يا كابتن، قول لنا كده 11 تقدر تبدا بيهم يعني؟ بص انا مع بعض انا وانت طلع الجيش نبدا بيه. انت تفضل الشناوي ولا علي لطفي يبدا؟ لا انا افضل برضه استمر بالشناوي. تستمر بالشناوي اوكي. علي لطفي هايل. ما انا بقول لك عشان انا احساسه يعني احساس بالريتم الماتشات، ادي وجهه نظري يعني. هو ممكن لو علي لطفي لعب حاجه كويسه طبعا، علي لطفي جون هايل وكل حاجه، بس يعني اسبوع وقت كافي ان انا اريح اللعيب يعني. مش يعني انا مش مضغوط هلعب 31 مثلا والنهائي يوم 4 او 3، هيبقى 3 ايام فما اقدرش اعمل استشفاء وما اقدرش اريح اللعيب. دي حاجه ثانيه. دي واحده. لما الماتش يمشي ممكن اغير، لكن مثلا هاني مثلا يلعب، ياسر ابراهيم كان مريح فتره كان مصاب ممكن يلعب، ايمن اشرف ممكن، ايمن اشرف. بس هي المشكله كمان احنا ما عندناش سردباكين، ما عندنا مشكله في السردباكين يعني. وبعدين مثلا واحد زي احمد، ممكن احمد فتحي ما يلعبش المباراه النهائيه، فبرضه لازم اجهز واحد زي وحيد. مظبوط يعني خلينا نتكلم محمد هاني ياسر ابراهيم. هي بقى السرد باك التاني، ما هو ما فيش حد موجود، ما هو ما عندكش حد يعني في الحته دي. ممكن بقى مع الوقت يغير، يريح مثلا بالظبط. ووسن وحيد مثلا، محمود وحيد ماشي. في النص حمدي فتحي واحد من السولية او ديانج. تمام، دي وجهه نظري يعني. اوكي. الاربعه اللي سليمان بقى له فتره ما بيلعبش، يبدا بيه ممكن استمر. ممكن وليد يبقى مكان قفش مش يعني وليد يلعب 10 مثلا أوكي. ويلعب برضو جاي اعتقد رايح فتره يعني، في ماتش او ماتشين اعتقد جاي. كان يبقى عندنا عندنا احمد الشيخ وجيلارد يعني مثلا، واحد فيهم يلعب والتاني يريح. اذا كان ريحت الشحات يلعب اجاي، او ريحت اجاي يلعب الشحات ووليد، واحد من جيرالدو واحمد الشيخ. وقدام ممكن دي بقى اللي انا طبعا دي بقى حسب قناعه مستر موسيماني. انا كنت اقول بادجي لانه ما لعبش ماتشين يعني تقريبا، ما يعني الماتش الاولاني انا معاك، الماتش الثاني ما لعبش، فلازم يلعب لانك انت ما تعرفش يحصل ايه قبل الماتش النهائي. فدي وجهه نظري يعني، لازم بادجي برضو كل السيناريوهات مطروحه يا كابتن يعني يخش كمان. فانا اقصد انه يريح بس ثلاث اربع عناصر او خمسه بالكتير هم اللي يخشوا، لكن مش كل الفرقه يعني. أنا الناس عايزة اللي ممكن يستفيد منها في النهائي. عايزه حضرتك تدخل
في عقل مش موسيماني بقى بنسأل كل واحد يوم ليه وجهة نظر فعقل الأقرب اللي هيواجه الأهلي إن شاء الله في النهائي إن شاء الله مين الأقرب الأول وممكن يلعب إزاي بعد طبعا مباراة الذهاب والعودة للأهلي شايف الطريقة اللي ممكن يلعب بيها قدام النادي الأهلي إزاي في الفاينل أولا الأقرب طبعا نادي الزمالك لأنه كسبان 1-0 والنتيجة يعني احنا لعبنا كتير في افريقيا كنا بنتعادل بره بنبقى مبسوطين جدا واحنا راجعين ان احنا حاسين هنكسب هنكسب ساعات كمان كنا بنبقى خسرانين 1-0 مع الفرق القويه وواثقين في نفسنا ان احنا لا احنا بنبقى احساسنا او ما خسرانين 2-1 بنيجي احنا عارفين احنا هنكسب فكون ان انا كسبان بره ملعبي 1-0 مفيش شك هي قربت نادي الزمالك يعني هنقول بنسبه 80% لكن ما زال الرجاء عنده 20% يعني ماتش الاهلي كان نسبيا اسهل لان الاهلي كان كسبان 2-0 في 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 في, في المغرب في الوداد مع الوداد لكن الزمالك الامور اصعب شويه لانه النتيجه 1-0 فممكن تتعوض لكن ما زال نادي الزمالك هو ليه الغلبه انه كسبان بره ملعبه يعني بنسبه مثلا 80-75% و25% لفرقه الرجاء الماتش هيبقى صعب مش هيبقى سهل لنادي الزمالك لانه فرقه الرجاء برضو عندها لعيبه كويسه والى حد كبير فرقه برضو متماسكه يعني ما يعني عندهم الباك رايت هايل بدر بنون طبعا ده هيبقى عجبني جدا في الماتش اللي هناك اعتقد هيبقى اضافه للنادي الاهلي يعني عندهم جون كويس خط دفاعهم كويس نص ملعبهم كويس عندهم الجزء الامامي فيه خطوره اللي هم عبد الاله الحفيظي وسفيان رحيمي ومحسن متولي لعيبه مميزين يعني فهيبقى في ماتش مش هيبقى سهل يعني مش هيبقى الامور مؤكده لنادي الزمالك لكن انا بقول برضو النسبه الاكبر نادي الزمالك وممكن وهو الماتش الاصعب هو طبعا الماتش الاصعب لكن خلينا نروح ان شاء الله احتمالات وجود النادي الاهلي انت مع تثبيت الاستراتيجي بتاع المدير الفني ان دوت طريقه اللعب وده يعني معظم في مدربين كبار كده يقول لك انا بلعب بنفس الطريقه ايا كان مين المنافس نلعب بنفس الاستراتيجي اذا كان الزمالك او الرجاء ولا ممكن يبقى ليها حسابات خاصه على حسب من ستواجه نقط الضعف القوه في الفريق اللي قدامك لا هو طبعا لازم يبقى ليك انت شكل ثابت في اللعب وانا قلت لك انه الاسلوب دلوقتي والطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي هي الانسب دلوقتي في وجود لعيبه زي قفشه زي وليد سليمان اللي هم بيلعبوا تحت راس الحربه احنا محتاجينهم في الجزئيه دي لان بتعمل سيطره كويسه لفرقه النادي الاهلي فالاساس انه يلعب كده اذا بقى انت عايز يعني من الاخر عايز الزمالك ولا الرجاء لا هو طبعا بص انا اقول لك ما سالتوش السؤال ده في الاستوديو التحليلي لا ما كانش معانا في الاستوديو التحليلي لا ولا الحق قال لينا وليهم الاسهل لنا الرجاء وهم بالنسبه لهم ليه كان الاسهل ليه هقول لك يعني لا هقول لك الاسهل يعني من ناحيه فنيا ولا على مستوى التحضير المعنوي ما انت بتتكلم خلي بالك هقول لك ليه اسهل لينا وهم على فكره بالنسبه للزمالك كان اسهل لهم ان يلعبوا الوداد اولا مبدئيا الفرق لما بتكون من بلد واحده بتبقى يعني طالما ديربي بيبقى عصبيه وعصبيه اكتر تمام فطبعا ما فيش شك في كده على المستوى الفني الـ احنا قلنا فرقه الرجاء فرقه جيده ومش قليله بس برضو فرقه الزمالك متكامله اكتر يعني فرقه الزمالك متكامله اكتر من الرجاء انا معاك طبعا متفق العامل الثالث انه اهلي وزمالك بيلعبوا في ملعبهم لكن انت برضو جاي لك فرقه بره جايه من بره مش بلدها يعني زي ما امبارح شفنا مظبوط هارد لك طبعا لفرقه بيراميدز مع نهضه بركان رغم ان نهضه بركان اقل فنيا من بيراميدز بس كون ان بيراميدز بيلعب في المغرب وهم في ملعبهم احساسه نفسه انه بيلعب احساس مختلف لما انت تيجي تلعب الرجاء في مصر نسبتك اكبر في المكسب ما تلعب الزمالك وهو بالنسبه للزمالك لو كان هيلعب الوداد كان نسبته في المكسب اكبر ما يلعب النادي الاهلي سواء احنا اعلى فرقتين في افريقيا
سواء اللي هي المنافسه الشرسه بين والعصبيه بين الفريقين. بطوله من نوع خاص يعني هي بطوله من نوع خاص غير ان هي بطوله على على كاس نفسه او البطوله نفسها. فمن الناحيه الفنيه طبعا اكيد الزمالك هيبقى اصعب لنا من الرجاء زي ما كان الاهلي بالنسبه للزمالك اصعب من الوداد. لكن ان شاء الله النادي الاهلي طبعا قادر انه باذن الله بحماس اللعيبه واصرارهم وان ان شاء الله البطوله تبقى التاسعه انه يقدر ان شاء الله يجيب البطوله دي يعني باذن الله سواء كان الزمالك او نادر الرجاء يعني. كان تعليقك ايه لما موسيماني بيعتمد النهارده بشكل اساسي على مروان محسن؟ والله بصي هو دي بقى من الحاجات هو واضح ان هو عنده ثقه فيه. واللعيب لما بيكون عنده ثقه في حد انا قلت لك من في بدايه البرنامج انه من الناس اللي نفسيا واضح انها بتلعب تاثيره يعني واضح يعني نفسيا عليهم. يعني في الفتره اللي هي بتاعت فايلر في الاخر كان ابتدى يعني مروان مش بقول احيانا بيبقى كويس واحيانا بيبقى وحش بس كانت في احساس ان مروان ما بقاش اساسي يعني احيانا بادجي بيلعب كتير احيانا مروان بيقعد احيانا يعني اتنين بيلعبوا مع بعض بس في احساس انه مروان ابتدى يقعد واضح ان مستر موسيماني اداله ثقه ان هو رقم واحد. فدي برضو انعكست عليه انه لما بتدي احساس اللعيب انه هو المهاجم الاول بالنسبه لك او اللاعب الاول في المكان ده بتدي له ثقه. وطبعا الهدف اللي جابه برضو اداله ثقه واحساس ده اعتقد وصل لمروان من لحظه اشتراكه في مباراه الوداد اللي هناك لان كل الناس كانت بتقول احتمال بادجي هو اللي يبدا والاقرب علشان السرعات واضح طبعا العكس اللي حصل احساس الثقه ده جه لمروان مظبوط ومروان كمان اكد بادائه وده مهم وكمان الجونين في ماتش امبي ولا ماتش مين اللي هو جاب فيه جونين هنا في القاهره كان جاب جون امبي وكان جايب قبلها في الجونه ويعني كان برضه كان ماشي بشكل مش كان واضح بقى ان مستر موسيماني واثق فيه او اعتبره هو المهاجم رقم واحد لانه الفرقه فيها بيبقى فيها 25 او 30 لعيب كل مدرب في كل مركز هو مصنف ان عندي رقم ده رقم واحد ده رقم اثنين ده رقم ثلاثه في حارس مرمى في ظهير في وسط ملعب فواضح انه دي مديه ثقه لمروان ان هو رقم واحد بالنسبه لموسيماني في مركز راس الحربه يعني. طيب كابتن اسامه طبعا انت حضرتك لما علقنا حتى يعني على طبعا كل اللعيبه ليها كل التقدير والاحترام طبعا وشفنا قد ايه الفرق في الاداء وفي وحتى احساسهم بثقتهم بنفسهم لكن وانت بتتكلم قلت لي محمد الشناوي ده قصه لوحده محمد طبعاً. الشناوي متالق طبعا وقصه يعني كبيره دي حقيقه محمد الشناوي من اكتر لعيبه مصر ثبات في المستوى بقاله سنتين او ثلاثه يعني احنا شفناه في كاس العالم كان متالق ازاي شفناه في البطولة الإفريقية هنا في مصر كان متألق إزاي شفناه في ماتشات الدوري مع النادي الأهلي كان حاسم في ماتشات كتيرة جدا توقيتات ساعات أنا ببقى كويس والنادي الأهلي كويس أو الفرقة بتاعتي كويسة وبكسب بس بجيب أهداف بدري مش عارف لكن شناوي في أكتر من لقاء كان حاسم انه بيصد اوقات صعبه اوقات صعبه بيطلع حاجات كانت مؤثره في نتيجه المباراه بعد كده ان تدي ثقه للاهلي او الاهلي يجيب جون او كده وبعدين مش مباراه او اتنين يعني في ناس مستواها بيبقى متذبذب يعني ممكن ماتشين ثلاثه بعدين ثلاث اربع ماتشات وحش او مش على طول السنه هو اداء ثابت هو بقاله اداء ثابت بقاله سنتين ثلاثه هو بالنسبه لي الافضل لان انا لما باجي اختار احسن لعيب ودي كمان انا بستغرب عليها في مصر يعني لما باجي اختار احسن لعيب في مسابقه لازم اشوف الاول عدد ماتشاته يعني هنا ساعات انا بستغرب جدا ان واحد مثلا يلعب
يكون مصاب فتره طويله جدا او ما بيلعبش او وجي لعب ماتشين حلوين يجي يقول لك من احسن لعيبه في احسن لعيبه في الموسم ازاي؟ على الاقل اكون لاعب 75% او 70% من الماتشات. يا سعاد المشكله عندنا بناخد في الاخر، هو لاعب اخر خمس ست ماتشات ازاي؟ ايوه هو ده مجمل اعمال يعني. انا مستغربها جدا. عندك يعني ايه واحد يلعب مثلا خمس ماتشات من 30 ماتش في السنه بعدين تيجي تقول لي احسن لاعب في الموسم؟ لا كان ممكن تلاقيه بيلعب من نص ساعه في اخر كل ماتش كمان يعني. مثلا يعني ازاي؟ او نيجي نختار احسن لعيبه في تاريخ مصر مثلا في منتخب، اجي الاقي واحد لعب 10 15 ماتش دولي، واحد لعب 200 ولا قصدي 100 وشويه ولا مش محطوطين، ودول اللي محطوطين. طب ازاي رقم واحد يعني استمرارية عدد استمراريه في ال... فدي اول ميزه في محمد الشناوي انه لاعب تقريبا استثناء يعني عدد قليل قوي من الماتشات السنه دي، قليل يمكن كلها لعب كله ماتشين او ثلاثه لعبهم بمستوى ثابت. عشان كده انا بقول ان هو من افضل لاعبي النادي الاهلي حاليا ومن افضل لاعبي مصر في ثباتا في المستوى ومستوى اداء مرتفع يعني مش اداء عادي متوسط ولا عادي يعني. مظبوط مظبوط. كان طبعا من هايل يعني. طيب ده على يعني الشناوي. عايزين تقول لنا كمان اتنين، ويمكن من خلال المقدمه بنتكلم على اليو ديانج. اليو ديانج انا في وجهه نظر من افضل الصفقات اللي حصلت نادي الاهلي في الفترات الاخيره. انت كنت لعيب وسط ملعب اعتقد كمان تحس بيه اكتر وتحس بشغله اكتر. طبعا. يعني تقيم لنا اداؤه كمان الفتره اللي جايه يعني ازاي النادي الاهلي كمان يحافظ عليه. دي نقطه مهمه جدا يا كابتن اسامه. صح. انك عندك لعيب صغير بدا يتالق والناس بدات تتكلم عليه، ازاي تحافظ على النجمه اللي عندك بشكل او باخر يعني. دي مهمه جدا لان المحافظه على شكل الفرقة عشان تستمر لازم في عناصر مهمة تبقى متواجدة يعني، وده كان بيحصل في كل فترات تاريخ النادي الأهلي يعني. فأليو باجي طبعا يعني كل الناس بتثني عليه ودي حقيقة. أولا من النواحي البدنية قوي، قوة طبعا قوي جدا. أليو ديانج الله يعني. أليو ديانج أقصد قوي جدا، عنده سرعة كبيرة، يعني عنده كل مقومات اللياقة البدنية بتاعت اللعيب وسط الملعب المدافع، لأنه وسط الملعب المدافع بيحتاج تحملات كتيرة وجري كتير. صحيح. دي نمرة واحد. عنده طبعا قدرة على قطع الكرة، أنا بتكلم على الحاجة الأولانية طبعا. اللي هو المهام الأولانية بتاعته، عنده قدرة على أنه يقطع الكرة بدرجة كبيرة جدا، بيعرف في يعني بيكون حائط صد جامد جدا قدام ديفنس النادي الاهلي، بيقطع بكور في اوقات صعبه مش سهله يعني. فدي اول ميزه عنده. الحاجه الثانيه انه ابتدى كمان يقوم بادوار هجوميه، عنده انطلاقات جيده بالذات كمان في العمق، رغم انه الكره الاخيره هو راح على الطرف وعملها بوش رجله لحسين الشحات. هو يا كابتن هو جاب هدف عالمي يعني، بيغطي مساحات كبيره من الملعب. ما انا يعني قلت لك التحمل عنده عالي جدا، بيغطي مساحات كبيره جدا فعلا. ولذلك هو مش من اللعيبه اللي تلعب على جنب شويه زي ما كان مستر فايلر لعبه على جنب. يعني بنلعب ثلاثه، هو بيبقى يمين او شمال وواحد هو في العمق، هو الافضل ان هو اللي يكون في العمق، هو راس المثلث. ايوه هو عايز يجري في اماكن كتيره، ما بيعرفش يتحدد في مكان معين بمكان معين في مساحه يعني معينه. عنده طاقه طبعا، دي ممكن يمكن مع الوقت، هو صغير برضو مع الوقت يكتسب الموضوع سنة. ده يكتسب الموضوع انه يقدر يلعب في شويه في الاطراف شويه، لكن هو زي ما هاني بيقول كده بيغطي مساحات كبيره جدا لانه تحمله عالي جدا. وطبعا عنده قوه، الله اكبر ربنا يحفظه يعني قوه فبيقطع كويس قوي، ودي اول مهام الوسط الملعب المدافع يعني حصن امان بيبني هجمه كويس. بعد كده كمان بيساعد في بناء الهجمه ودي مهام زياده ليه. تمام. ابتدى يسدد كمان يعني عنده هو بس الحاجه الوحيده ودي هيكتسبها بالخبره، انه ساعات لما بينطلق بالكره من
عشان هو مش وسط مهاجم اساسا، شويه ساعات احيانا تطول منه احيانا، لكن دي هتيجي هتيجي مع الخبره والوقت ممارسه. لكن هو طبعا مميز جدا، وطبعا كل ناس كتيره بتتكلم ان هو ممكن يجي له عروض خارجيه وبالذات في اوروبا وكده، فعلا هو كل مقوماته تقول كده انه، لكن احنا كنادي اهلي طبعا هو اكيد عقده، انا ما اعرفش عقده كام سنه، ممكن يكون 4 سنين او خمسة. هو عقده ممتد ل5 سنين. خمس سنين، فلسه في وقت يعني على الاقل نحتفظ بيه موسم او موسمين كمان، وبعد كده نفكر. لكن لانه هو ممكن فعلا بعد البطوله دي احتمال يجي له عروض او كده، فطبعا لانه المواصفات دي بقالنا كتير ما جبناش لعيب، يعني من انجح الصفقات الافريقيه اللي جات لنا في السنين الاخيره. صحيح يعني. صحيح ممتاز يعني. كابتن اسامه شرفتنا. الله يخليك، نورتنا يا كابتن اسامه كالعاده. شكرا ليك، ان شاء الله تتكرر تاني. ان شاء الله. شكرا ليك وشكرا لهاني وشكرا للساده المشاهدين، والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره وجهازه ومجلس ادارته ولاعيبته. لكن المهم ان شاء الله الخطوه الاخيره ان شاء الله يوم 6 باذن الله. ان شاء الله نفرح مع بعض. التتويج. ان شاء الله. بعد الفصل مستمرين مع حضراتكم في البيت الكبير. اتفضل.